يا عطرة يا أمي يا أمي إيه يا عطرة كان عاطيني الموبايل شفتي أمي؟ لك شو بكون يا أولاد شو بكون شو صاركم؟ معلش ماما إذا بتريدي هلا بس تشوفي شوفي جوات الموبايل بتعرفي أنا ليش هيك عم بعمل قررت المحكمة وبالإجماع بس انتو وزار كنتو تحبوا بعضكم كنا صغار هلأ خلص كبرنا وهو بعد وبطلت حبه مش عم بفهم كيف يعني بطلت تحبي وبعد ما شفتيه لو كنتي ملكي ما رح اسمح لحد يشاركني فيكي ما بحق لك تحكم عليه وانت ما بتعرفه انت قدمت عرضك أنت اللي مهووس بثروتك وبالنسوان نسوان؟ فينك تقلي شو اللي بيخليك تدفع 25 مليون مقابل ليلة جاهزين يا رجال؟ جاهزين يا قطاس قول الله الله حاسة حالك مستغربة بجو ما بيشبهك ومنه مثلك صح؟ دقة دقة انزدت زاد السقة يعني انت مالك مصدقتيني؟ معقولة يا نغا؟ إلي عم تحكي معي هيك؟ ولك شو هالمسخرة هاي؟ في مرة بتقول لجوزها هالحكي؟ معقولة انت؟ لا كبير كتير كتير هالحكي يعني عم تفهميني انه لا سمح الله انه اذا صار هيك نزوة او شيء قصة انه خيانة انه انت انه بتعملي نفس الشيء؟ يا عيب الشوم عليك خلصنا بقى ليه انت بدك تضلك هيك اه؟ بعمره القهر والحزن ما بيحل مشكلة ما بدي مخلوق يدرى تحت اي ظرف من الظروف اني رجعت عالشام اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ضل ما بيمشي معه العنيد لأنه ما بيعرف مصلحته ممكن تاني مرة يأذي حاله أكثر ونخسره شو يعني؟ بدك إياني جوز وحدة في التاني؟ ورح يرجع يبوس إيدي ويتجوز بنت عمه وبركة ما رجع ما في شيء إيه؟ أنا سمعت عمي بحبها لكريستينا أنا سمعته بدل أي عم إلا بحبك ولا يمكن ارضى عن هالجيز انا بحبها ورح اشرح لعمي كل شيء انت ما بتشرح شيء لحدا يوم اللي بترتبط بهالبنت بدك تنسى انه هون عندك عائله